سلام بنات، من انكم تكونوا كلكم على خير وعلى خير. ان شاء الله بغيت نوريكم هذا الشكل هذا كيفاش خدمته على الجيلاتين. كما كتشوفوا بحال هكذا بالاستخاص والحجر، كيجي الشكل ديالو مزيون وسهل، كيتحط على جلابه او قفطان اللي بغيتي. غادي نحطو الحجيره الاولانيه هي هذه، هاد المربعه هي اللي نحطوها في الوسط. دابا غادي ندير هاد الكونتور عليها كامله من هاد لي سطخات هاد الرقيق. صافي كنبدا مع الجنيب، وكنبقى نحطو مع الجنب ديال الرشمه، مع الجنب ديال هاد الزواقه هادي، كنبقى ماشيه معاها كامله الى حتى كنساليها. وغير بشويه كنحاول يعني نجيب داكشي متلاصق متقارب باش ما يبقاليش الفراغ، باش فين يجي فين يجيني مزيان. صافي البنات كما كتشوفوا هكذا، ملي كنساليهم انتما هذا هو الشكل ديالهم. هما دو باقي لاصقين في الجيلاتين، عاد غادي نفينيهم
صافي كنحطو وحده قدامنا وكنحاولو نخدمو عليها لي موديل الاخرين كاملين بحال بحال باش يجينا نفس القياس نفس الطول نفس كل شيء، لان الا تخدمو في بياسه وحده خصهم يكونوا بحال بحال كاملين. وكنفيني بطبيعه الحال راكم عارفين بهذا المقص هذا يكون هذه انفينيا هانتوما كتقطعوا الجنيبات ديالها ما كيبقاش كاع الجيلاتين كيبان. صافي هذا هو الموديل هكذا كيجي الشكل ديالو. كنتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش دعموني بلايك واشتراك القناه وتبارطاجوا مع اصدقاء ديالكم. سلامه.